بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد زهير. ان شاء الله الفيديو ده هشرح فيه الكونفيجريشن الخاصه بالتريبل بي بوينت تو بوينت بروتوكول. الديزاين احنا هنشتغل عليه حاجه بالشكل ده بالظبط كده، بس احنا هنشتغل على ريل ديفايسز نفس التوصيله بالظبط كده. هيبقى عندنا راوترين، راوتر هو السيرفر، راوتر هو الكلاينت، وليكن السيرفر هو راوتر الايدج بتاعتي اي داتا، وان الكلاينت هو راوتر شركتي، والمطلوب ان هو يسحب اي بي وياكسس انترنت عن طريق اخونا ده اللي هو بتاعتي اي داتا اللي هو السيرفر. تعالوا نشوف الكونفيجريشن بتتم ازاي. انا دلوقتي واقف على اول راوتر وهو هيكون السيرفر، تعال نغير اسمه، نقول له كونفيجر تيرمينال، والهوست نيم بتاعك انت هتبقى السيرفر. طيب ايه الكونفيجريشن المطلوبه مني، او ايه الكونفيجريشن المفروض تتم على السيرفر؟ اول حاجه لازم يكون عند السيرفر بول خاصه بالايبهات، يعني لازم يكون عنده حاجه يديني بها ايبهات. ليه؟ عندي مثلا في الاي دي سي ال الموجود عندي في البيت لازم يكون في عندي اي بي خاص جيت واي للناس اللي تحت، وهو الاي بي بتاع الناس اللي موجودين في اللان، اللي هو كل الناس اللي في اللان بترمي عليه، اللي هو في الغالب بيبقى في معظم الراوترات او الاي دي سي ال الموجود في البيت 192.168.1.1. وبقى عندي حاجه اسمها بابليك اي بي، لازم كل جهاز يطلع انترنت لازم يطلع عن طريق بابليك اي بي، لازم عن طريق بابليك اي بي. تمام، فاحنا هنخلي الراجل السيرفر ده يوزع على اخونا الكلاينت، على اخونا الكلاينت ده اي بي، مالناش دعوه هو بابليك ولا مش بابليك، هنكريت بول وهيوزع عليه ايباد. تمام، طيب في الاوبريشن بتاع التريبل بي بيتم، او ان الكلاينت بيسحب الاي بي عن طريق بروتوكول اسمه الاي بي سي بي، انترنت بروتوكول كنترول بروتوكول، ده يوزد فور اي بي فيرجن 4 ادريسز. لكن لو بنتكلم عن الاي بي فيرجن 6 بنتكلم عن اي بي في 6 كنترول بروتوكول. تمام، فاحنا دلوقتي شغالين اي بي فيرجن 4، فبنتكلم على ان احنا نستخدم البروتوكول اسمه الاي بي سي بي. طيب ازاي بقى نوصل لحته ان احنا في الاخر ناخد اي بي من الكلاينت او ناخد اي بي من السيرفر؟ بيتم عن طريق الاتي. اول حاجه لازم اكريت لوكال بول، لازم اكريت بول خاصه بالتريبل بي. بول يعني باسكت كده يبقى فيها مجموعه من الاي بي هات، الكلاينت كل التريبل بي كلاينتس يسحبوا من البول ديت الاي بي بتاعته. اكريتها ازاي؟ هقول له اي بي لوكال بول، اعمل لي لوكال بول اسمها مثلا سي سي ني. طيب وايه كمان؟ وادي له ستارت واند اي بي، يعني اقول له مثلا هتبدا من اي بي كذا وتنتهي من اي بي كذا. انا في الديزاين بتاعي ديزاين بسيط جدا، مش محتاج اكتر من اي بي، انا مش محتاج اكتر من اي بي، يعني الاي بي الشبكه بتاعتي هتبقى 10.1.1.0 سلاش 30، هم اي بي بس، واحد هياخد هنا واحد هيتاخد هنا. تمام، تعال نعمل ده، تعال ننفذ ده، هنقول له الستارت اي بي 10.1.1.1 والاند 10.1.1.2، يعني واحد هياخد 1 واحد هياخد 2 وخلاص كده. طيب طبعا ممكن تكتر اكتر من كده، بس احنا بنتكلم في الديزاين ده نفهم بس بيه الشغل بتاعك. ونفذ، كريت لك دلوقتي هو بول او باسكت هيسحب منه اي بيهات اسمه سي سي ان اي. تمام، طيب المفروض دلوقتي يا جماعه انا واصل، لو قلنا له دو شو اي بي انترفيس بريف، دو شو اي بي انترفيس بريف، انا موصل سيريال 0/1 في الراوتر للسيرفر بسيريال 0/1 في الكلاينت، انا موصلهم بكابل سمارت سيريال، هنا 0/1 وهنا 0/1. طيب فعاوز ادخل دلوقتي على 0/1 اكتب عليه الكونفيجريشن بتاع التريبل بي واغير الانكابسوليشن بتاعته من الاتش دي ال سي اللي هو البروتوكول الديفولت اون اول سيسكو ويك اول سيسكو سيريالز. تمام، هو ده الديفولت على السيسكو سيريالز. فهدخل على انترفيس ام اول حاجه، او ممكن نشوف الموضوع ده الاول، نقول له دو شو انترفيس سيريال 0/1، نشوف كده الانكابسوليشن، دو شو انترفيس سيريال 0/1، هنلاقي الانكابسوليشن باي ديفولت هي سيسكو اتش دي ال سي، فاحنا عايزين نغير الانكابسوليشن، هنتكلم على التريبل بي، فادخل جوه الانترفيس وقول له سيريال 0/1، قول له انكابسوليشن اول حاجه تريبل بي، غير لي الانكابسوليشن من اتش دي ال سي لتريبل بي. طبعا المفروض ان الانترفيس دلوقتي لو كان شغال كان يوقع او تلاقي ان الاستاتس بتاعته اب داون. ليه؟ لان البروتوكول انت غيرت البروتوكول، الالجوريزم مختلفه، فبوقع النيبورنج او بوقع الكونكشن ما بينك وبين الراجل اللي قصادك. تمام، وهنتكلم عن الحته دي في الاخر. طيب عظيم جدا،
اول كوماند بننفذه هنا يا جماعه، اول كوماند هتدي لاخونا ده اي بي اللي هو يبقى اول اي بي. يعني مثلا تقول له 10.1.1.1 يكون الماسك بتاعك 255 255 255 252 اللي هو سلاش 30 يا جماعه. تمام كده دلوقتي انت خدت اول اي بي موجود في البول. احنا لو فاكرين قلنا له اللي موجود في البول 10.1.1.1 لحد 10.1.1.2 هما اثنين بس، وانا خدت واحد يبقى الباقي الثاني. طيب اقول له نشر دوت، شغل هدو. تمام بعد كده ابدا اربط كده دلوقتي بقت الاستاتس اب دو شو اي بي انترفيس بريف، هتلاقي واحده اب واحده داون. تمام اللي هو بتاع الفيزيكال ستيتس اب، يعني الفيزيكال ستيتس سليم مفيش اي مشكله خالص. طيب نرجع للنقطه الثانيه النقطه اللي هنتكلم فيها، ان انا عاوز دلوقتي اربط الانترفيس او اربط التريبل بي بالبول اللي انا كريتها في الاول، بالبول اللي اسمها سي سي ان اي اللي انا كريتها في الاول. اعمل ماتش بينهم ازاي؟ اقول له بير اي بي سي بي استخدام او بير ديفولت، قصدي بير ديفولت اي بي ادريسز او اي بي ادريس بول، اعمل لي ماتش مع البول اللي اسمها سي سي ان اي. وخلي بالك ان الموضوع ده كيس سنسيتيف، يعني لو انت كاتب سي سي ان اي اول حرف كابيتال او تاني حرف كابيتال لازم الموضوع كيس سنسيتيف بالظبط، كيس سنسيتيف يعني بالظبط زي ما كاتب اسم البول هناك تكتبها هنا بالظبط. تمام وتنفذ الكوماند قبل منك اهوت. بعد كده هتقول له تريبل بي باستخدام بروتوكول التريبل بي، وانت بتبعت الاي بي سي بي ابعت الماسك للكلاينت 255 255 255 252. يعني الكلاينت اللي يسحب منك اي بي من البول اللي اسمها سي سي ان اي اديله بالمره الماسك 255 255 255 252. تمام بعد كده تقول له اي بي تريبل بي اي بي سي بي راوت ديفولت. يعني ايه راوت ديفولت؟ يعني اعمل ستاتيك راوت او اعمل ديفولت راوت بس باستخدام التريبل بي، وانت بتكاريت التريبل بي كاريت لي معاه ديفولت راوت. ليه؟ عشان اخونا ده اي ترافيك جايه من الانترنت هيرميها على الراجل ده، ونفس الكلام برضه هنعمله على الكلاينت، الكلاينت اي ترافيك خارجه منه هيرميها على السيرفيس على الاي اس بي. تمام فده بيرمي على ده وده بيرمي على ده عشان يبقى في كونكشن او في راوتنج ما بين الاثنين. عظيم جدا. ده بالنسبه للكونفيجريشن الخاصه بالسيرفر او الكونفيجريشن على السيرفر. طبعا في حته اوثنتيكيشن مش ممكن ابقى اعمل لها فيديو لوحدها عشان نعمل سنيفنج ونوضح الفرق بين ده وبين ده. عظيم جدا. تعالى نتنقل كونسول على الراوتر اللي تحت. ادخل كونسول عليه بس كده. دلوقتي انا دخلت كونسول على الراوتر اللي تحت. طبعا في كوماند الكلوك ريت احنا نسيناه بس نبقى ندخله تاني ننفذه. ده المفروض يا جماعه الراوتر اللي انا داخل عليه دلوقتي هو هيبقى الكلاينت في حالتنا، ده هو الكلاينت. تمام انيبل كونفيجر تيرمينال. دلوقتي برضو زي ما قلت لكم ان سيريال نغير الاسم بتاع الاول هوست نيم كلاينت. وزي ما قلنا يا جماعه ان 0/1 دو شو اي بي انترفيس بريف موصل سيريال 0/1 بسيريال 0/1، فاحنا دلوقتي هندخل لكونفيجر 0/1 ونخليه يشتغل بالتريبل بي بوينت تو بوينت بروتوكول. ننفذ ده ازاي؟ قول له انترفيس سيريال 0/1 انترفيس سيريال 0/1 قول له انكابسوليشن تريبل بي، غير نفسك من الاتش دي ال سي اللي هو الديفولت بتاعك للتريبل بي، حاجه ستاندرد وحاجه كويسه جدا. تمام بعد كده الكونفيجريشن الخاصه او اللي بتعملها على اخونا ده هتقول له برده نفس الكوماند اللي احنا نفذناه هناك. هتقول له تريبل بي اي بي سي بي راوت ديفولت، اعمل لي انا كمان ديفولت راوت. وهتقول له اي بي ادرس بتاعك، يعني تفاوض نيجوشيتد، يعني تفاوض مع الاي بي ادرس اسف نيجوشيتد، يعني تفاوض مع الاي بي ادرس او على الاي بي ادرس بتاعك والماسك بتاعك كل حاجتك مع السيرفر اللي هو في حالتنا هيكون راوتر تي ديتا. هو هيكون راوتر تي ديتا سيرفر. تمام يعني هتفاوض على كل حاجه مع السيرفر ده على الاي بي وعلى الماسك، وهيسحبهم منه. هيسحبهم منه باستخدام ايه بقى؟ مش باستخدام الدي اتش سي بي، مش ستاتيك، لا هيسحبهم باستخدام بروتوكول اسمه الاي بي سي بي انترنت بروتوكول كنترول بروتوكول. تمام عظيم جدا. قول له نوشت داون. طبعا مش هنلاقي الدنيا عندنا قايمه، يعني قدو شو اي بي انترفيس بريف هنلاقي اب داون لان لسه ما عملتش الكلوك ريت،
هروح بس او نجرب الكلوك ريت هنا. طبعا الكلوك ريت بيمبلمنت او بتمبلمنت الكلوك ريت على الدي سي اي، فنجربه هنا كده نشوف. قول له كلوك ريت خلي مثلا 64000. طبعا بقول لك ان اونلي او ذيس كوماند ابلايز اونلي تو دي سي اي انترفيسز، فهتنقل على الراوتر اللي فوق وانفذ الكوماند، هلاقي الدنيا عندي قامت وبقت زي الفل. هو عامه حته الداون ديت هتبقى لها سببين. حته الداون دي اول حاجه انت لان انت ميسنج الكلوك ريت، انت نسيت الكلوك ريت، او ان في بروتوكول ميس ماتش، يعني انت مفعل هنا تريبل بي ومفعل هنا اتش دي ال سي، مفعل هنا حاجه وهنا حاجه ثانيه، فبيحصل ان البروتوكول بقى داون. تمام كده دلوقتي انا جوه اقول له انترفيس سيريال 0/1 كلوك ريت كام يا جماعه؟ خليه مثلا 64000. تمام جدا بالظبط. بدا دلوقتي البروتوكول اشتغل اهوت، وهتلاقي دو شو، هتلاقي الانترفيس بقى اب اب، دو شو اي بي انترفيس بريف، هتلاقي الخونه ده اب اب زي ما انت شايف اهوت. عظيم جدا. طب تعالى نروح على اخونا الثاني الكلاينت بقى اللي هو المفروض يسحب الاي بي ويحصل عنده. طب شوف هنا كده دو شو اي بي راوت، شوف حصل عنده كده ستاتيك راوت او ديفولت راوت لسه، عشان نخليه يعمل اوبريشن من اول وجديد، عشان يخليه يبدا الاوبريشن من اول وجديد، يعني يعمل بقى الاي بي ديسكفري ويبدا يبعت عن طريق ال سي بي ويقول له اوبن لينك اوكي، ويبدا عن طريق لو في اوبشن او في خانه اللي هي خانه كنترول مفعل اوثنتيكيشن او عامل اي اوبشن من الاوبشنز الموجودين الموجود، وبعد كده يبدا يدينا اي بي. انا عاوز يبدا يعمل اوبريشن دي من اول وجديد، اعمل ايه؟ اجي على الكلاينت واجي على الانترفيس بتاعي، هقول له طبعا في التريبل بي او اي احسن من شويه، يعني احسن من كده بشويه، في كوماند اسمه التريبل بي او اي او كلير التريبل بي او اي اول، يعني في كوماند ده ظريف كده بيخليك يعمل اوبريشن اول جديد، لكن هنا مفيش الموضوع ده، فتقول له شت داون واستنى لما يحس ان هو خد كوماند شت داون. تمام، وارجع اقول له نو شت داون عشان يبدا يعمل اوبريشن من اول جديد، وابدا يسحب اي بي باستخدام بروتوكول الاي بي سي بي اللي هو جزء او فانكشن موجوده جوه التريبل بي بروتوكول. قول له كده دو شو اي بي انترفيس بريف، زي ما انتم شايفين يا جماعه هو اتسحب اي بي باستخدام التريبل بي باستخدام الانترنت بروتوكول كنترول بروتوكول والستيتس اب اب. ولو قلت له دو شو اي بي راوت هلاقي فكريت عنده ديفولت راوت اهوت بس باستخدام التريبل بي. تمام، دي بعض الكونفيجريشن او جزء من الكونفيجريشن الخاص بالتريبل بي. ان شاء الله هسجل لكم جزء الاوثنتيكيشن مع سنيفنج ومع كل حاجه عشان نبين الفرق بين الشاب والباب، بس الفيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.